محاضرة اليوم ستكون بعنوان جيمس كلارك ماكسويل. جيمس كلارك ماكسويل هو في الواقع عالم اسكتلندي، عاش في النصف الثاني وتوفي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ويمكن القول إنه هو مشعل فتيل الثورة الحديثة في الفيزياء. نحن نعلم أن الفيزياء شهدت ثورة عارمة، طبعا عادة يعني تحصر، يعني يقال أنه في مطلع القرن العشرين حصلت ثورة عارمة في الفيزياء، تمظهرت في نظرية النسبية الخاصة، نظرية النسبية العامة، ونظرية الكوانتوم. وهذا صحيح، يعني هذه ثورات عارمة انطلقت في مطلع القرن العشرين بلا شك، ولكن نستطيع أن نرجع جذور هذه الثورة إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلى جيمس كلارك ماكسويل. يعني نستطيع أن نقول إن هذه الثورة حقيقة، أو إرهاصات هذه الثورة، إرهاصاتها عبر عنها جيمس كلارك ماكسويل. بل يمكن أن نقول إن هذه الثورة العارمة التي شهدها القرن العشرين وما زالت في الواقع، ما زالت تحيرنا وما زالت تثير فينا الشعور الشعور بالحيرة في الواقع بإزاء هذه التطورات، نستطيع أن نقول إنها بدأت مع ماكسويل. نستطيع أن نقول إنه إذا أردنا التعمق في هذه الثورة العارمة يمكن القول إنها بدأت مع جيمس كلارك ماكسويل. أن ما فعله جيمس كلارك ماكسويل هو في الواقع كان مقدمة لهذه الثورة العارمة. عادة هو يغمط حقه عادة، لأنه ولو أنه هناك اعتراف بعبقريته الفائقة، عبقريته الرياضية الفائقة، ولكن في الواقع يغمط حقه ويعد جزءا من الفيزياء الكلاسيكية، وليس جزءا يعني متميزا جدا من الفيزياء الكلاسيكية، وهذا ليس صحيحا. هو في الواقع تخطى إلى حد كبير، اكتشافه كان فيه نوع من التخطي للفيزياء الكلاسيكية كما قلت، وكان مقدمة حقيقية للثورة، للثورات الكبرى التي وقعت في القرن العشرين. طبعا هذا أدركها أينشتاين، يعني أينشتاين تأثر كثيرا بماكسويل، وأدرك في الواقع أن ماكسويل هو المنطلق، أدرك ذلك جيدا. أصلا أينشتاين كان معجبا باثنين، بعالمين عاشا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لهما وهما جيمس كلارك ماكسويل ولودفيك بولتسمان، صاحب الميكانيكا الإحصائية. كان في الواقع معجبا جدا بهذين العالمين وتأثر فيهما كثيرا، وحاول وهو الذي في الواقع انطلق من هاتين المنصتين المهمتين صوب نظرية النسبية الخاصة، وصوب نظرية الضوء، الفوتونات وما شابه ذلك. ماكسويل في الواقع أهميته، طبعا له اكتشافات عديدة، لم يعش طويلا، مات عمره 46-47 سنة فقط، ولم يكن وله إنجازات كبيرة، له إنجازات في نظرية الألوان، وله إنجاز كبير جدا في الميكانيكا الإحصائية. يعني هو وبولتسمان لهما الفضل في بناء الميكانيكا الإحصائية التي ثورت الفيزياء بمعنى الكلمة. له إنجاز كبير، يعني هو في الواقع طبق القوانين الإحصائية على حركة الجزيئات في الغاز، يعني هو نظر إلى الغاز على أنه فيض من الجسيمات، من الجزيئات أو الذرات التي تتصادم معا وتتصادم مع جدران العلبة التي تحتوي الغاز مثلا، يعني فهو هكذا نظر إلى الغاز على أنه جسيمات، أو على أنه جزيئات في الواقع أو ذرات تتصادم معا، تتحرك بسرعة وتصطدم بالجدران. واستطاع أن يشتق قوانين الغاز كلها تقريبا من هذه النظرة، واشتق قانونا مشهورا لكيفية التي تتوزع فيها السرع
إحصائيا على هذه الجزيئات، وهو الآن قانون مشهور يعني قانون ماكسويل، وهذا أثر على لودفيك بولتسمان. لودفيك بولتسمان عمم نتائج ماكسويل، فأنتج لنا ما يسمى الميكانيكا الإحصائية التي ما زلنا نعتمدها في الواقع في الثيرموديناميكا، وما زلنا نعتمدها في مجالات عديدة في الفيزياء. الآن يعني هذه الإنجازات في حد ذاتها كانت في غاية الأهمية بالنسبة لما قام به ماكسويل، ولكن الإنجاز الأكبر له كان في حقل الكهرومغناطيسية. وأهم شيء فعله أنه أولاً أدرك أهمية مفهوم المجال فيلد الذي جاء به مايكل فاراداي، العالم الإنجليزي التجريبي المشهور. مايكل فاراداي في الواقع عبر تجاربه الدقيقة والعديدة لاحظ أننا يمكن أن ننظر إلى التأثير الكهرومغناطيسي على أنه مجال فيلد، أي على أنه امتداد من الطاقة، وامتداد من الطاقة والزخم وما شابه ذلك، فلنقل امتداد من الطاقة متصل في كل مكان ومنتشر في المكان كله ويتغير في الزمان. هذه كانت نظرة فاراداي، واستعمل هذا المفهوم، هو الذي ابتكر هذا المفهوم، مفهوم المجال، مفهوم الفيلد، وأدرك أهميته. الآن أهمية ماكسويل الذي عرف مايكل فاراداي في أواخر أيامه، وكان على اتصال مع مايكل فاراداي، هو أولا قام في الواقع بعدة شغلات. أولا أدرك أهمية مفهوم المجال الذي جاء به فاراداي، أدرك تماما ذلك. باقي العلماء لم يفطنوا تماما إلى أهمية هذا المفهوم وريضه. طبعا هو كان عبقري الرياضيات، فاراداي لم يكن كذلك، فاراداي لم يكن متعلما، كان تجريبيا عبقريا، ولكنه لم يستطع أن يترجم أفكاره العظيمة إلى رياضيات لأنه لم يكن مهيئا لذلك، يعني كان تعليمه محدودا جدا. أما ماكسويل فكان طبعا عبقري الرياضيات، ولذلك قام ماكسويل في الواقع بترييض هذا المفهوم ثم توحيد المجال الكهرومغناطيسي. هذه كانت مأثرته الكبرى. نظر إذن، بدأ ينظر كما نظر فاراداي إلى المجال الكهرومغناطيسي، أعاد صوغ القوانين التي سبق أن توصل إليها كولوم، أرستد، أمبير، بيو سافار، فاراداي نفسه، لينتس. كل أولئك العلماء في الواقع في النصف الأول من القرن التاسع عشر ونهاية القرن الثامن عشر توصلوا إلى قوانين الكهرباء، قوانين الكهرباء والمغناطيسية، وعبروا عنها. مثلا أمبير عبر عنها رياضيا، كان أيضا رياضيا متفوقا، ولكن بدلالة تكاملات، عبر عنها بدلالة تكاملات. فالذي فعله ماكسويل هو أنه أعاد صوغ هذه القوانين، يعني استوعب هذه القوانين وأعاد صوغ هذه القوانين بدلالة معادلات تفاضلية، لأنه أدرك مفهوم المجال فعبر عن الكهربائية والمغناطيسية بدلالة مفهومي المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي، واستطاع أن يعيد كتابة هذه القوانين، أن يعيد كتابة قوانين الكهربائية والمغناطيسية بدلالة عدد من المعادلات التفاضلية، لأنه أدرك أنه يتعامل هنا مع مجالين، مجال الكهربائي والمجال المغناطيسي، يعني امتداد للطاقة متصل، امتداد متصل للطاقة في المكان، أدرك ذا ويتغير في الزمان، أدرك ذلك، ولذلك أعاد صياغة هذه القوانين بدلالة المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي بدلالة عدد من المعادلات التفاضلية. والأكثر من ذلك أنه نظر إلى معادلاته فوجد أن هناك خللا في التناظر، يعني
يعني وجد أن هناك قدرا كبيرا من التناظر بين الكهربائية والمغناطيسية، ولكن وجد أن هذا التناظر ليس مكتملا، وهذا خلق تناقضات في الواقع في تطبيق النظرية. يعني شعر أن هناك تناقضات، يعني تدخل النظرية في تناقضات مع نفسها بفعل غياب التناظر الكلي، بفعل عدم اكتمال التناظر السيمتري بين الكهربائية والمغناطيسية. فشو اللي عمله في الواقع؟ أدخل حدا جديدا على معادلاته، حدا جديدا أسماه تيار الإزاحة، يعني تيار الإزاحة. بتيار الإزاحة أكمل التناظر ما بين الكهربائية والمغناطيسية، فتبين له أنه يتعامل مع مجال واحد، المجال الكهرومغناطيسي. له هذا المجال في الواقع يتمظهر على شكل مجال كهربائي أو مجال مغناطيسي أو خليط من المجالين، ولكنه مجال واحد، مجال واحد يتغير في المكان والزمان، مجال واحد ليس أكثر. والكهربائية والمغناطيسية هي أبعاد من الكينونة الرياضية نفسها. طبعا فيما بعد تبين أننا نتعامل مع ما يسمى التنسور، اللي هو تعميم للمتجه، وأنه الكهربائية والمغناطيسية هي عبارة عن مركبات مختلفة للتنسور نفسه. وهذا حقيقة ما أدركه أيضا ماكسويل، أدرك ماكسويل أنه بإزاء كينونة رياضية واحدة لها أبعاد مختلفة، ما يسمى المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي هي أبعاد مختلفة للشيء ذاته، وأنه علينا أن ننظر إلى المجال الكهرومغناطيسي بوصفه كيانا واحدا وليس كيانين وإنما كيان واحد. إذا أفلح ماكسويل في توحيد الكهربائية والمغناطيسية، وصار التوحيد الماكسويلي أنموذجا للقرن العشرين. يعني في القرن العشرين محاولات عديدة، المحاولات التوحيدية كلها انبثقت من محاولة ماكسويل، محاولة لمحاكاة ما قام به ماكسويل بالنسبة للكهربائية والمغناطيسية. فهو إذن اكتشف المجال الكهرومغناطيسي موحدا، وعبر عنه رياضيا بمعادلات تفاضلية في المكان والزمان، وأدرك أهمية مفهوم المجال، وأدرك أن مفهوم المجال لا يقل أهمية عن مفهوم الجسيم، الجسيم المادي الذي اكتشفه أو ابتكره نيوتن. بالإضافة إلى الجسيم المادي لدينا أيضا المجال، طبعا هو تكلم عن المجال الكهرومغناطيسي، له نفس أو يعني نفس الأهمية الأنطولوجية كمفهوم الجسيم. يعني بين انه ان الوسط المادي يتكون على الاقل من هذين المكونين، الجسيم المادي من جهة الذي يحمل كتلة، والمجال الذي يحمل طاقة. هذه يعني يمكن ان نتحدث لاحقا عن هذا التناقض وكيف ادى الى تفجر ثورات القرن العشرين، ولكن الان انا اذكر ذلك انه هو في الواقع يعني وضع المجال في مركز الصدارة، حتى يعني بين أنه معادلاته كانت أكثر تطورا من معادلات الميكانيكا الكلاسيكية. يعني أعطى أولوية لمفهوم المجال. فيما بعد التقط هذه الناحية ألبرت أينشتاين، ولكن مفهوم المجال كان أساسيا بالنسبة لماكسويل، وأدرك ماكسويل أن مفهوم المجال قد يكون حتى أكثر أهمية من مفهوم الجسيم. وهذا ما أثبتته تطورات في القرن العشرين. طيب، الآن إذن توصل إلى هذه النتيجة، ولكن لم يقف عند هذا الحد. أدخل إذن الحد الجديد اللي هو تيار الإزاحة، وبهذه الكيفية حل تناقضا أساسيا في تطبيق النظرية، واستطاع أن يكمل التناظر بين الكهربائية والمغناطيسية، أي أن يكمل توحيد المجالين الكهربائي والمغناطيسي، وهذا كان إنجازا كبيرا له. ولكن هو أيضا قام بشيء لا يقل أهمية، أنه وجد أن هذه العملية، هذا التوحيد الذي قام به، يقود بالضرورة إلى وجود إلى فكرة الأمواج الكهرومغناطيسية. يعني قال إذا لدينا أمواج في المجال الكهرومغناطيسي، أي أن المجال الكهرومغناطيسي يمكن أن يتذبذب في المكان والزمان، وأن تنتقل هذه الذبذبات.
يعني في المكان، يعني هو قال يعني اشتق من هذه المعادلات، من معادلاته التفاضلية، معادلة الأمواج. فقال لدي أمواج كهرومغناطيسية، أي تغيرات دورية للمجال الكهرومغناطيسي في المكان والزمان، بحيث أنه يتذبذب المجال الكهربائي فينتج تذبذبا في المجال المغناطيسي، فهذا المجال المغناطيسي يرد ينتج ذبذبات في المجال الكهربائي، وهكذا دواليك، فتنتقل الذبذبة على صورة موجة. فإذا هو اكتشف فكرة الأمواج الكهرومغناطيسية، وعندما دقق في وجد أن لا لهذه الأمواج سرعة معينة في الخلاء، سرعة معينة بدلالة الخصائص الكهرومغناطيسية، بدلالة الخصائص الكهرومغناطيسية. وعندما حسب هذه السرعة وجد أنها تساوي سرعة الضوء التي كانت معروفة في عصره. وهذه كانت نتيجة في غاية الأهمية، أن الأمواج الكهرومغناطيسية تنتقل بسرعة الضوء في الخلاء. فأدرك أن الضوء هو أمواج كهرومغناطيسية. هذا اكتشاف هائل كان، يعني وحد الضوء مع المجال الكهرومغناطيسي الموحد. شوفوا العملية التوحيدية التي قام بها ماكسويل، والتي أصبحت أنموذجا يحتذى به طوال القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. فإذا ماكسويل أعطانا هذه النتيجة، وقال إنه لدينا أمواج كهرومغناطيسية، ولكن وجد إنه الضوء يحتل فقط طيفا من الطيف الكامل للكهرومغناطيسية. فبرزت الفكرة تباعا إنه الأمواج الكهرومغناطيسية، يعني لدينا أنماط من الأمواج الكهرومغناطيسية، الضوء يحتل جزءا من هذا الطيف فقط، ولكن فيما بعد وجدوا إنه تمتد هذه الأمواج، حقيقة الأمواج الكهرومغناطيسية، من الأمواج الطويلة طويلة الموجة إلى الأمواج صغيرة الموجة جدا، أي من الأمواج ضعيفة الطاقة إلى الأمواج شديدة الطاقة. والآن نحن نعلم أن هذا الطيف يضم الميكروويف، الراديو ويفز، انفراريد اللي هي الأمواج الحرارية، الضوء المرئي امتدادا من الأحمر حتى نصل إلى البنفسجي، ثم بعد ذلك نخرج من إطار الضوء المرئي إلى ما فوق البنفسجي، الأشعة ما فوق البنفسجية، ثم إلى الأشعة السينية، ثم إلى أشعة جاما. يعني طيف كامل من الإشعاعات الكهرومغناطيسية اكتشفها نظريا، اكتشفها ماكسويل. وطبعا أكد وجود هذه الأمواج، خصوصا الأمواج الراديوية، أكد وجودها العالم الألماني هيرتز، الذي لم يعمر طويلا برضه مثل ماكسويل، يعني لم يعمر طويلا، وكان فعلا عالما جبارا في الواقع هيرتز. فالمهم بالأمر أنه سرعان ما تبين تجريبيا صحة كلام ماكسويل حول وجود الأمواج الكهرومغناطيسية، ليس فقط الضوئية وإنما الراديوية والمايكروويفية إلى آخره. وهذه قادت إلى ثورة تكنولوجية هائلة على يدي، يعني خصوصا عمل هيرتز قاد إلى عمل إلى نتائج عملية، يعني إلى الاتصالات، ثورة في عالم الاتصالات، الاتصال بالإشارات اللاسلكية المختلفة. وهذه فتحت المجال، يعني هذا اكتشاف هذا الطيف فتح المجال على مصراعيه أمام علم الفلك أيضا، لأنه صار من الممكن الكشف عن الأجرام السماوية ليس فقط عبر الضوء المرئي، وإنما أيضا عبر الإنفراريد وعبر الأمواج الراديوية والمايكروويفية وفوق البنفسجية والسينية والجاما. الآن مفتوح أمامنا الكون عبر هذه الأطياف. يعني هناك تلسكوبات تكشف مثلا عن الضوء، ولكن هناك تلسكوبات راديوية، تلسكوبات راديوية، تلسكوبات ما فوق بنفسجية، تلسكوبات سينية، وتلسكوبات جاما نكشف عن أشعة جاما الآتية من الأجسام الكثيفة جدا
ومن البلاك هولز من الثقوب السوداء، ونكشف عن الأشعة السينية التي تأتينا من الكثير من الأجرام السماوية، ونفس الشيء الفوق بنفسجية إلى آخره. فإذا فتح نافذة كبرى على الكون، يعني بهذا الاكتشاف فتح نافذة كبرى على الكون، وأحدث ثورة، يعني قاد إلى ثورة تكنولوجية، ماركوني مثلا، إلى ثورة تكنولوجية اللي هي استقبال الأمواج الراديوية، الراديو والتلفزيون، يعني وثورة الاتصالات بصورة عامة، التي في الواقع جاءت نتيجة عملية لما قام به ماكسويل وهارتز في الواقع. فلاحظوا أهمية ما قام به ماكسويل، يعني هذا الاكتشاف الهائل في الواقع. طبعا هذا استثمر، يعني لفت نظر العلماء في ذلك الوقت، وبدأوا يشتغلون جديا، يعني بعض كبار العلماء، على محاولة التوفيق ما بين ميكانيكا الجسيمات وما بين معادلات ماكسويل المجالية. فاشتغل هون يعني شغل ممتاز، مثلا واحد مثل لورانتس، وواحد مثل بونكاري، وآخرون، إلى أن وصلنا إلى أينشتاين، الذي فعلا الذي انتصر لماكسويل على حساب نيوتن، نستطيع أن نقول، وهذا قاده إلى نظرية النسبية الخاصة. ولكن يعني سأخصص ربما محاضرة كاملة لهذا التطور الذي تم على يدي أينشتاين لاحقا. أكتفي بهذا القول، ولكن هدف كان هذه المحاضرة بيان أهمية ماكسويل، وبيان أهمية اكتشافه، وبيان الثورة التي أحدثها، والتي كانت مقدمة لثورات القرن العشرين. فإلى اللقاء.